انتبه لقوله لا ينافس، لا ينافس السؤال بإيش؟ بصفاته. ولم يقل لا ينافي السؤال لصفاته، لأن سؤال الصفات شرك. لو أن الإنسان سأل الصفة لكان مشركا، حيث اعتقد أن الصفة شيء قائم بنفسه يجيب وينفع ويضر، وهذا هو الشرك. ففرق بين أن يسأل الله الله بصفاته وأن تسأل صفاته. وقد حكى الشيخ الإسلام رحمه الله الاتفاق على أن سؤال الصفة شرك، وصدق رحمه الله. الصفة ليست قائما بنفسها، تنفع وتضر. وأما يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فهذا توسل الله بالرحمة، يعني من أجل أنك راحم أستغيث برحمتك. وليس المعنى أن الرحمة هي التي يستغاث بها، ولكن هذا من باب إيش؟ من باب التوسل. حتى الآن الداعي، حتى الداعي يقول برحمتك أستغيث، هل يشعر حينئذ بأن الرحمة تغيثه؟ لا. أو بأن الراحم؟ بأن الراحم لا شك. نعم.